هل يستفيد النصراوية؟ هل يتعادل النصراوية؟ جاسم تركي جبارة، مباراة ماراثونية كما حصل. ينطلق الإرسال، استقبال من يوسف عبد الغفار، الضرب يا سلام البلغاري، الاستقبال من مجيد، وين؟ عطها مجيد في مركز أربعة، ينجح إرسال من مجيد، الضرب من حسن ضاحي يجلد أرضية الملعب، سهلة للنصراوية، هل يستفيد؟ الحايكي في الإعداد، في نو دائما يذكرني بصادق إبراهيم، نشوف من مركز واحد الجلاد، نشوف إرسال ينطلق يا سلام قلب الغار، استقبال من مجيد، الضرب من فاضل، يا سلام على الارسال، استقبال من جاسم، تعود جاسم تركي، يا سلام يجلب الكره قويه جاسم تركي، مجرد مليمتر واحد تعتبر الكره داخل ارضيه الملعب، تستمر الكره الاخير، استقبال حاضر، الضرب من مركز اثنين، يا سلام فار هينو يضرب المتابعه، دفاع ولا اروع من راشد سيد علي أو أربعة أو مركز اثنين، نشوف جاسم تركي يحترق حواس الصد، ينطلق من البديل محمود، نشوف محمود العافية يضرب طائرة المحرك على حسب شرط المباراة، أوه من بلغاري، استقبال من فاضل، العافية فاضل فوق السريع، ينطلق الإرسال من جاسم، استقبال من سيد علي، الضرب من فاضل يا سلام، ولكن غير معروف عند طائرة المحرك، لكن هناك الإرسال نشوف نتابع مجيد حوادث الصد حاضرة ينطلق الإرسال من حسين استقبال سيد علي فاضل يضرب غير إذا متواجد في أرضية الملعب نشوف علي سلطان يا سلام البلغاري فينو يا سلام الدفاع أحلى من العافية تعود فاضل عباس بخبرة السنين البلغاري يا سلام يا بدر حاضر في الموعد نشوف يضرب الجلاد لكن حوادث الصد حاضرة استقبال من فاضل الضرب من فاضل يا سلام استقبال حاضر تعود يا سلام ضاحي ينطلق الإرسال من ضاحي استقبال من الحداد يا سلام يا فاضل الضرب حاضر المتابعة نشوف هل يستفيد النصر جاسم يا سلام يا جاسم لكن عدد مرات الفوز لمصلحة المحرك إذن إرسال ينطلق إرسال مباشر